بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل سالم الحبسي، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نتواصل ونجدد اللقاء من جديد في هذا الصباح من هنا من ميدان الوثبة عاصمة الميادين الذي يشهد هذا الانطلاق من هنا من هذا المهرجان جائزة زايد الكبرى. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. شوطنا الأول خصص للأبكار الإذاعي لأصحاب سمو الشيوخ المهجنات الأصائل، مسافتنا هي 6 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول من تأتي على الصدارة والمقدمة هملولة لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي. من قدم لنا هملولة بالشوط الأول؟ المحليات الأصائل يقدم لنا هملولة في شوطنا الأول للمهجنات الأصائل، وهي من تحتل على الصدارة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني، أرى الوصول من الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع انطلاق الشاهينية. انتقل مباشرة إلى الشاهينية الأخرى لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز الثالث. النقلة مباشرة مع المركز الرابع، وصلت هملول لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع انطلاق هملولة. انتقل مباشرة إلى الشاهينية وهي محتلة للمركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع الانطلاق أبو النشم للشاهينية وهي محتلة مع المركز الخامس. المركز السادس، انضمت هملولة بهذه اللحظات لهجن الرياسة بقيادة بوليمايل علي بن ميل الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق وهي محتلة مع المركز السادس هملولة. سابع المراكز الوصول والقدوم بهذه اللحظات، من بنت صوغان تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الثامن وإلى الظبي، تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتابع الانطلاق. تاسع المراكز القدوم من رسالة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن سالم بالمر النيبي من يتابع هذا الانطلاق. هكذا النداء الأول للمراكز العشر المتقدمة، أكملنا كاملا مكمل. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول وإلى هملولة في الصدارة الأولى لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع انطلاق هملولة مع الصدارة الأولى ومع المقدمة مع المركز الأول. من يتابع هملولة الظافر علي بن ميل الوهيبي يتابع هذا الانطلاق. النقلة مباشرة مع المركز الثاني، الشاهينية تتقدم بهذه اللحظات وتحتل المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون آلم هيري وتحتل الصدارة في هذه اللحظات، تعلن حضورها مع البداية. المركز الثالث الوصول والقدوم من الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري بوذياب يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز الثالث. وفي رابع المراكز هملولة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي يتابع هذا الانطلاق ويرافق هذا الشعار الأحمر الخالص الكامل من يقدم لنا الهماليل. المركز الخامس، وصول من هملولة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي يتابع انطلاق هملولة مع المركز الخامس. الوصول مع المركز السادس من الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع انطلاق الشاهينية وهي محتلة مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز الوصول، من بنت صوغان لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. الوصول من رسالة لسمو الشيخ
حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن سالم آل نيبي في عملية التضمير. تتقدم الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد من يتابع الانطلاق الخطير من يرافق هذا الشعار 2 كيلو لا غير عن خط النهاية وعن الفوز والناموس. يا ترى مشاهدين الكرام هنا بشعارات هجني أصحاب السمو الشيوخ باختلاف المضمرين الفطاح للكبار. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط هملول مع الصدارة ما سلمت المهمة مسيطرة منذ الانطلاق وهي تعلن حضورها بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع هذا الانطلاق والمسار ويقدم لنا الهماليل وهي محتلة على الصدارة 1.5 كيلو عن الفوز والناموس وعن الانتصار. الكل بدأ ينطلق من المضمرين الفطاح للكبار. هنا تتقدم الشاهينية مع المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. يتابع انطلاق الشاهينية تنضم هملولة مع المركز الرابع لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. الكيلو الأخير لا بعد كيلو إلا الناموس، لا بعد كيلو إلا الفوز. وصلت الشاهينية، انضمت الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. يتابع الانطلاق للشاهينية وهي محتلة مع المركز الرابع. المركز الخامس الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. ولكن هملولة، هملولة يا هملولة، هي في المقدمة، هي في البداية بقيادة بولي مايل الظافر علي بن يميل الوهيبي. هنا من يقدم لنا الهماليل المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيد بن زيتون المهيري. بوسعيد تابع الانطلاق. المركز الثالث هملولة تنضم هنا لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي. سق الله دارك يا بولي مايل، أسعد الله صباحك يا الظافر. من يتابع الانطلاق قدم لنا هملولة بشوطنا الأول، يقدم لنا الهماليل مع المركز الأول والثاني في شوطنا الأول للأبكار المهجنات الأصايل. غادر الهماليل انطلقا مشاهدينا الكرام. هنا يقدمهن الظافر علي بن ميل الوهيبي. أسعد الله صباحك، تهانينا والناموس على هذا الفوز لهجن الرياسة وإلى الظافر علي بن يميل الوهيبي مع المركز الأول ومع المركز الثاني. هنيان لك يا الظافر علي بن يميل الوهيبي. المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع والخامس الشواهين الشاهينية والشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المستحيل. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء عبر قناة ياس الرياضية، حيث من تتابعون هذه الانطلاقة. وهملولة هي من نالت شرف الناموس مع المركز الأول والثاني، هملولة وهملولة الهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي. أسعد الله صباحك يا بولي مايل على هذا الفوز والانتصار والناموس. وفي انتظار التوقيت الزمني لحظة وصول هملولة إلى خط النهاية معلن هذا الفوز والناموس ومهدي هجن الرياسة هذا الفوز والانتصار، مهدي الظافر علي بن يميل الوهيبي. في انتظار التوقيت الزمني عبر قناة ياس الرياضية هنا في عربة النقل من المخرج العزيز وسام الهواري من يوافينا بملخص كل شوط. ها هي هملولة 9 دقائق 8 ثواني جزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية للظافر علي بن يميل الوهيبي. المركز الثاني هملولة لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي. وقطعت المسافة هملولة مع المركز الثاني. ننتظر التوقيت الزمني لهملولة مع المركز الثاني لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. تهانينا والناموس. المركز الثالث كانت الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. ننتظر التوقيت من المخرج العزيز. تسع دقائق 9 ثواني 93 من الأجزاء. ها هي هملولة تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنئة للظافر علي بن يميل الوهيبي. الشاهينية من احتلت ثالثا 9 دقائق 10 ثواني جزئين من الثاني اللي هي الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.